كلمة إنساء. ندخل اليوم للبستان. ندخل اليوم للبستان اللي تغرست فيها أبهى وأجمل وأعظم زهرة في الكون. نحكي لكم اليوم على الصدق، نحكي لكم على الصبر، نحكي لكم على الإيمان، نحكي لكم على الحياء، نحكي لكم اليوم على العشق والجود والكرم، نحكي لكم على الطهارة، نحكي لكم على العفة، نحكي لكم على زهرة نبتت في شجرة مباركة رسخت جذورها في الأرض وارتفع غصنها في السماء حتى كاد يعانق كوكب الجوزاء. نحكي لكم على الصديقة بنت الصديق، نحكي لكم على المبرئة من فوق سبع سماوات. الكلام اليوم على أم المؤمنين، الكلام اليوم على عائشة رضي الله عنها. هي عائشة ابنة أبي بكر الصديق وأمها أم رومان. يلتقي نسبها مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب في الجد السابع، ومن جهة الأم في الجد الحادي عشر أو الثاني عشر. تولدت عائشة رضي الله عنها بعد البعثة بأربع سنوات. خرجت للدنيا ولقت روحها ما بين أبوين كريمين ومؤمنين. لقت روحها ابنة خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأت عائشة وترعرعت في ظل هذا البستان الذي تنمو أشجاره في تربة الإيمان وتشرب من ماء الوحي. وهي في عمر الست سنين تزوجها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. دخل بها في شوال من السنة الثانية للهجرة وهي بنت التسع سنوات. كانت عندها مكانة خاصة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يظهر ذلك الحب ولا يخفيه، حتى إنه عمرو ابن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال: عائشة. الكلام اليوم على أكثر الصحابيات فضلا، الكلام اليوم على أكثر نساء هذه الأمة ثقا، الكلام اليوم على عائشة العابدة، الكلام اليوم على عائشة الزاهدة، عائشة الشاعرة والطبيبة. وتوفيت عائشة ليلة الثلاثاء 17 من رمضان من السنة السابعة أو 58 للهجرة. صلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوتر. الكلام اليوم على أم المؤمنين، الكلام اليوم على عائشة، الكلام اليوم على اللي بنات حياة مثالية كاملة ورسمت اللي جاوا بعدها أمثل الطرق وأنفحها. عائشة أم المؤمنين، تحية ليك. أين عاتب الإيمان يا أم المؤمنين، وفزتي بالإحسان في رفقة الأمين. أين عاتب الإيمان يا أم المؤمنين، وفزتي بالإحسان في رفقة الأمين.